يا هلا يا مرحبا، هلا هلا، ارحب، اسعد الله مساك مصممنا السفاح، حياك الله حياك الله، الله حييك، اسعد الله مساكم كلكم، حياكم الله في قناة الشارع عبد الكريم. والله وجهي مفقع نوم، معلش تاني صاحي. شخباركم طيبين؟ حيا الله يكلم باسمه. حياكم الله. وين عموري؟ ما دخل علينا. هو عموري في أي منطقة يا سفاح؟ خوينا عموري بأي منطقة عشان فرق توقيت الصلاة؟ تسمعني أنت؟ ألو، يا حي الله حي الله حي الله أستاذنا عبد الله، عبد الله العبيد، حياك الله فناننا الجميل، فناننا القدير. ما أدري والله، يا جماعة الخير وين عامر؟ عامر وينه يا سفاح؟ عامر بأي منطقة موجود حاليا عشان نعرف؟ حياك الله أستاذ عبد الله، نورتنا. اي وين الرجال؟ لأن احنا في ضيف دخل يبغى بث معي، فأنا تفاجأت، واحنا عندنا موعد مع رجال ثاني. هلا أستاذ عبد الله. عبد الله ترى أنا أكلمك واتساب، يعني يا ليت ترد علي، حاول تخلص. خلصنا يا اخوك، انجز، خلينا ننجز عشان الموضوع اللي قلت لك عنه. اوه جدا، يعني يبغى له مشوار، والله يبغى له وقت. يعني شوف المشكلة، الفرق والتوقيت كم بينه وبين جدة؟ حياك الله يا اختي سوسو، سوسو سويت 500، حياك الله، شرفتينا ونورتي، وحيا الله كل الربع الحلوين الجميلين. هلا بك يا سيد عبد الله، حياك الله، شو اخبارك يا عبد الله؟ وينك مختفي؟ راسلتك واتساب هاليومين ما ترد علي، بيني وبينك شغلة ليكون نسيت. ان شاء الله يا سفاح. يا اخي سفاح، بعرف يعني انت ليش اخترت السؤال، السؤال ليش اخترت الاسم هذا؟ انت مصمم جميل، يعني ليش الاسم هذا؟ ليش ما شفت لك اسم ثاني؟ حس اسمك يخوف. وين راحوا الباقي؟ ما ادري، طلعوا ولا نظام معلق ولا شو السالفة؟ يا عبد الله تسمعني انت ولا طلعت؟ عبد الله العبيد، حياك الله حياك الله العنود، حياك الله، شرفتينا ونورتي. لا تاخذونا على الشكل، تعرفون ما في حلاق، شو نسوي؟ شيبنا والله. حيا الله سادتنا، حيا الله سمارة، حياك الله، نورتونا، هلا بالحبايب كلهم، شو اخباركم؟ ان شاء الله اموركم طيبة. حيا الله اهل الرياض، وحيا الله اهل الحروب.
فما ادري ايش السالفة، ما في احد يا سفاح، العالم تدخل وتطلع لان ما في ترتيب مسبق، ما في اعلان، فالموضوع جاء فجأة. حي الله سمارة، شو اخبارك؟ تكلموا يا جماعة، عندكم أسئلة، حابة تعرفون شيء، عندكم سالفة ودنا نتكلم فيها. أوه نو، من الشيطان الجيم. هل بالمتحدث؟ ما ادري يا سفاح، تبينا ننتظر نقفل ولا كيف؟ يا هلا مرحبا، حيا الله اللي انضموا كلهم، يا مرحبا ألف، يا حياكم الله، مساءكم سعيد، مساءكم ورد. في خاطركم شيء يا متابعين، في احد يبي يتكلم في موضوع، في احد عنده اسئله، اسئله وحنا نجاوب لكم ان شاء الله. ترى النت لك عليه، يعني احتمال انه ما يضبط معي. اسمع، عامر قاعد يصلي، كلمته الآن يقول لي دقائق وهو جاي، طيب، يعني أسأله أنا وياك شوي وعلى ما يجي. حيا الله، يا حيا الله رجال، حيا الله. بس تدري يا خنت، أنت في مشكلة، يعني أنا الحين ما أشوفك، شاشة سوداء، ما أدري ليش. أنا حاطها شاشة سوداء. شفت يا أخي، تاني مرة راح يصير معي بث، ما يدخلون الناس، ما ادري ليش، خلوا هو كثير وطلع. السبب المتابعين، متابعين تبين ايش؟ ويجيك اثنين ثلاثة هذا. معنا في الانستغرام عندنا متابعين كثير، يعني فوق 1000، قريب 3000، يعني اتوقع المفترض يدخلون علي. معنا في متابعين كثير يليكون لي ويتابعوني ويعلقون، يعني اتوقع اي بث انا اسويه، يعني لو يدخلون مثلا 25 اتقبل، واحصل لي بث الماضي دخلوا 8 بس، اكثر من كذا ما في. اي هذا من مشكلة البث. احنا البث موجود اثنين، يعني ما في الا انا وانت، لكن لما يجيك البث فيه اثنين وثلاثة يعني نادر نادر تتحرك معه. معنا بث الاسبوع الماضي المتابعين انبسطوا علي، يعني كان في ضحك واستهبال وكذا، وفي ناس دخلوا وطلعوا. انا عارف ليش، عارف ليش ما يتابعون، لكن لما يكون معي بنت او انا مزه اللي قاعد ابث، تشوف كم واحد بيدخل علي. انا عارف الحركات هي هذه. ونصكم معروفة. اخي ما خير هذا الموضوع، ما خير. انا عندي واحد من الشباب كذا، احنا صار الشعب كله يسوون كذا، بث مباشر بث مباشر، كله مع بنات، يبون متابعين، يبون زحلقه بس. هذا شغل زحلقة، هم يبغون كذا. والمشكلة أغلبهم الخفان أصحاب، واجد، المشكلة أغلبهم الخفان أصحابي، واجد. إيه، ويبثون مع ناس برا الشرقية. لو يجيني كلام رشح ناس، نبي ناس، كم مرة عارفين إني أنا أبي ما ينادوني، وفي ناس كلموهم لي
طيب خير خير ان شاء الله. وتصحيح ما ادري ايش معنى انا العالم ذولي مستقعدت لي. هذه الناس المستقعدة، يعني انت عارف الجيل الجديد هذا يختلف عن الجيل القديم. الجيل القديم مسوي لك انا لا 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 يعني ثقيل، والجيل الجديد هذا شو اسمه جيل خفافي. بغض النظر هم يا ما ادري شلون، لكن ما عليك، بتجي ايام ببث انا مع حريم وبيعرفون ان الله حق. زي واحد هو والله يسوي دعايات، احنا بعد غلطتنا ما سوينا دعايه، لو انت لو انك مسوي دعايه من ناس مكلمني كان ممكن يكون في ناس كذا فجاه ما حد يسمع. هي جت فجأة كذا، قلت خلني أتكلم معاه. اليوم كلمني عامر قال لي أبغى أسوي بث كذا، بث ما بث مبادرة عشان يتحرك الجروب. تبادل وأنواعه على حسب الفنان خالد يا الفلاح. حق فنان خالد فلاح، حياك الله نورتنا واسعد الله مساك. ما ادري شكل النت فيه مشكلة. لا النت، أنت المشكلة عندك البيت فيه عازل نفسه. انت ادنى بيتنا فيه 3 مودمات، كل مودم بيوزر. أنا فاتح لي شبكة نت كاملة مريح راسي، بس للبيت كامل. احنا عشان البيت كبير فهمت، لما تنقل مكان لمكان تضعف، فعشان كذا محددين كل مسافة حاطين مودم. يعني تقريبا بالبيت تحت 3 مودمات وفوق اتوقع 2. على حسب الأشخاص اللي بيتهم زي كذا. لا هو شوف ما صحيح كان قوي صراحة، من قبل كان قوي، الحين ما ادري ايش جاهم الاتصالات وصاير ضعيف. سالفة النوم حقك، أنت متشقلب والله شو اسوي؟ بس كدق كبسة ونوم. لا كبسه شيء. يا حي الله انضموا، حياكم الله، مساكم الله بالخير، مرحبا كلم باسمه، اسعد الله مساكم، حياكم الله، شرفتوا ونورتوا. اللي عنده سؤال استفسار حاضرين، واللي عنده اي موضوع حابين نتناقش فيه حاضرين. ايوه مصممنا، هلا مرحبا، يا حياك الله. والله شوف النوم الله اول يحييك. شيء، احنا يوميا في البيت ما في تعرض للشمس، فهذا فيتامين د ينقص معك، اكل وشرب ما في حركه، فصل كل وضعك خمول وما في طاقه، فعشان كذا خلاص تحس ان انت حامل، فتعب تعب. ولا تنسى مريض سكر بعد، هذا مشكله ثانيه. الحمد لله أنا لا سكر ولا ضغط ولا وجع راس. لا الحمد لله انا سكر بس. لا شوف هو لو في ماشي في حركة في دوام يتنشط الجسم، احنا لا دوام ولا شيء. هذا ايش اسوي؟ يعني نفس الحكاية، لا دوام ولا وجع راس. الله يكون ملعون، العالم اشياء قدم تدخل وتطلع. هذا النوعية اللي تدخل وتطلع، النوعية اللي ما ودها تدخل ولا ودها تطلع. لا مقيد ولا مفكوك. ايوه هلا حياك الله، حيا الله اللي دخلت علينا، حياك الله عصفورة الشرقية. مرحبا بالجميع، منورين. يا أهل التغطيات الله ينور أيامك أبوي، حياك الله حياك الله، حيا الله اللي غابت أزل عنا كم شهر ولا ندري وين راحت. على الأقل أرسل لوكيشن شيء عشان أعرف ندل ديارك وين رحتي وين جيت. هلا بك زود، وين؟ هلا بك وليد، هلا بك دبل، حياك الله. اللي عنده استفسار يسأل، اللي عنده طلب يتكلم لا يستحي يقول، واللي عنده موضوع حبيت يتناقش فيه يتكلم عادي، تكلم خذ راحتكم. ليش انت يا سفاح مقفل الشاشة؟ يا أخي مو سالفة إني مقفل الشاشة، الغرفة بنفسها مظلمة وأنا داخل مظلم.
يا اخي شغل النور، خلي الناس تشوف الوجه الحلو ذا. شو تشوف؟ شنب طاير. عادي ما شنب غراب، والله شوفوا شكلنا يا جماعة مرة، لازم هم بيقولون اتبعته صورة واتفحل. العرب غير شوف طبيعي صورة انت الغاء. محكور، انت محكور ما في حلاق، طبيعي بيصير وضعك كذا. لا لا، الحلاق ما شاء الله عندي يا واحد في البيت. مرحبا يا مرحبا، حياكم الله، حيا الله رغد، حيا الله تهاني، حياكم الله، يا الله، مرحبا كل باسمه. اليوم طبيت في واحدة ناشبة. شلون؟ اليوم طبيت في واحدة ناشبة، يا ليتني ما طبيت فيها. شو نسوي بقى؟ اسمع، دخلت علي خاص، قالت ارسل له الاغنيه حقتك انت يا شارع ذكري اللي أغنية صممتها انا. ايه الكلمات اللي أغنية حطيتها موجودة، قلت لا. حياكم الله يا جماعة، تكلموا اسألوا. معليش والله تهاني، شو نسوي؟ شوفي ها الشيب قاعد يمشي، ها والله عندي، تعال شوف اذا بتبحث شكل عن الشيب. الشيب بيجي على القبعة بعد كذا، بيمشي كذا تحس ان لا كأنه هذا حريقة في أستراليا. طيب. حياكم الله، شرفتونا والله، منورنا الأستاذ المصمم السفاح، وكان هو ما شاء الله واسطة خير بيني بين المغني وملحن اللي هو عمرو صبياني، بس نسألنا عمرو ما دخل للحين. احنا دقائق بس اشوفه، خلني. يقول حيا عندهم الله صلاة في والله، جدة. قريبة هو. والله شوف هو بالعادة. تقدر تصلي على طول، يعني مو ضروري تروح المسجد، لان هي حتى لو رحت المسجد حدك 10 دقائق. وثاني شيء جدة عندهم حظر، وين يروحون بعد؟ والله العالم. الله يسعدك يا تهاني، حياك الله حياك الله. والله شو نسوي؟ كثير يقولون اصبغ، انا قلت لا ما اصبغ، الشيب وقار، لعبت فينا الدنيا والله. الله، الحب قتل نعجة، ها؟ الحب قتل نعجة. والله ما ادري، والله من زمان إلا عنك يا تهاني. إلا قل قل نورتي. كذا، قل ها؟ قل كذا، قل حبك، حبك ذا والشيب ذا مطلعك حب لا قتل والله نعجة. هذه التفكير والزمن والقلق والحوسه والمحاتاه. شو مش بيقول لك؟ المحاتاة، الاصلع دائما، الاصلع واللي شيب اذكى الناس، هم اللي دائما يواجهون الشقا وقلق وظروف وصفعات من الزمن. لكن الله يسهل، حيا أنا الله اللي أطبق هذا. دخلوا، حياكم الله. ايش نسوي يعني؟ الدنيا يبي لها وساعة صدر ونوسة يا ولد عمي. شو تبى يا والله اخونا؟ جننتك. السالفة الجروب يا اخي، كل ما ارسل شيء ما يردون، ما يعلقون. والله بغيت اطلع اليوم، والله بغيت سلبتهم اطلع. نوم. لا لا، يتحركون ترى، بعد ما هديت في بطونهم شوي يتحركون. يتحركون في وقت اذا انا مش موجود، واذا جيت ما حد حبيبي كذا. عامر، ها يا عمر دخل، عامر، النت وين بطيء عامر؟ عندي انا. والله صلاة جدة. الساعة كم؟ والله ما ادري التوقيت، يمكن 9. الفرق بين احس طيب قل الفرق له بيني وبينها نص ساعة. المصمم انت السفاح حسيت؟ يبغاك. ها والله حسيتك استعجلت. لو ترى يلا اغلب يلا البث افضل ناس يبثون 10 او 11، قبل كذا ما حد يبث. الوقت هذا حق مطاوع، حق دورات اتوقع كذا. هذه مطاوعة، هذا بصني يا عم الحق وبصك. دورات والله العالم شغالة دورات ترى على فكرة. سبب يعني الجروب هذول اللي ضفناهم، الشاعر اللي طلع قدام قبل 3 ساعات 4 ساعات، يقول عندي تعزمني جروب خاص. رايح المرقص وساعة 11 يبدأ الشغل. والله حس كذا يا ابوي. من بقى كلهم طلعوا، ايش فيهم الجماعة؟ هذول شو اسمه مفلسعين. والله حسيتهم طابع. ما تلاحظين يا تهاني؟ البث 8 9 دورات، كلها دورات وشغل ولقاءات، 11
يقفلون يمكن حد من نص ساعة يقفلون، لكن 10 و11 تحس ان انت في ديسكو خلاص، نبدأ الدي جي والراكس وكذا. بس احنا ترى دي جي اس تايم ما عندنا شراب ولا خربطة، اذا بنشرب بالكثير شاي على قولة القصبي، يا سفاح حبوب لا لعبة فيهم. الحبوب لعبت فيهم عاد ما ندري هل انت عاد انت بث 9 ولا بث 10 و11، دامك دخلت الحين معناته مطوعه تدخين لا 11. يمكن اوه يوم مطاوع، أنا ديني حياك مطوع يتفلسف على نفسي. شايف حق ايه مطاوعة؟ ايوه المطوع يغش 9 9 9 يا الحكومة، المطوع يغش. شنو الغنية شو يقول؟ المطوع يغش وبعد حافظ كلمات ها؟ تسمعني انت؟ ايه اسمعك. حافظ كلمات المطوع يغش؟ انت يغش ما ادري والله، نسيخ خلال الله. بس والله خبر الكتاب اكيد هذا تعرفينها. شباب ها الفيصل هم اللي يغنون الخربطة دي. والله طلعت حلوه. انا سمعتها عن اول ما سمعتها تقريبا عن طريق شيخ الهندي شيوخ. ايه يا اخي هذه حاره عصبيه 10 نوم، ليش انت في امريكا انت قاعده ما تبين شيء؟ ولا قناة المجد ولا سبيس تون؟ الظاهر ان سبيس تون ايه سنعود بعد قليل. ايوه، او دي شكله عندك انت ريسيفر محدود خلاص، قنوات معينة الظاهر ولا عندها نقاط، او شايفك انت ما عندكم ريسيفر اوريدي، شايفك نظام القديم الانتل ايام اول، كل ما احتفظت الشاشة قلت حق اهلك او رجال البيت روح فر الانتر، اذا ضبطت القناه صرخ عليهم عند النافذه تصحين 4، ليش انت ما عاد مؤذن الله يهديك والله انا ما عارف، انا انام بدري انسي ما انام بدري او انت شكلك المكسر حق المسجد عندك يمرك المؤذن تعطينا اياه لا ولا خلصت وصينا رجع عشان تشحنينا عندك، او انك انت يمر عليك يا اخي انك الفطور فول وعدس وبصل. أنا مستغرب اليوم البث 3 2 3 2 3. صدقني ما في اعلان، ما حد متحمس على فكرة، ترى البث بدري ما ينفع، الناس ما يحبون بث المطاوع، يبون بث 11 إيه وطالع أشوف عامر تأخر، وانت ما تدري شوي الصلاة. شو نسوي يا تهاني؟ دوم الضحك ان شاء الله. حي الله سيلفر، والله يا بنت حلال ما في احد ما يحب السر، بس احنا مجبورين، الازمه خلتنا كذا. ايه صح، المستقبل دخل علي الدكتور الملحن، عرفته مين؟ ملحن الدكتور ابراهيم دخيل. ايه زميلنا، عارف عارف، دم حياك الله حبيبي، حيا الله سيلفر. دخل علي عاد مو قال لي كبير، شوف كبرني لا تكبرني، توني انا سمول ريض، ما وصلنا للميديوم والاكس لارج، تونا ريضين. الله يسعدك حبيبي، صممت المقطع حق شو اسمه طولة المغرب. حلو قمت مطاولة، الله قاعد يعيننا الله يعيننا. اي تهاني تكلمني، معلش سموها. حيا الله استاذ بدر الحنفوش، حياك الله الاعلامي بدر، حياك الله نورتنا، ايش اخبارك؟ مرحبا طيب بالجميع. كيف صحتك؟ شلونك؟ شلون ظافر؟ شلون لها الامور؟ طيبه ان شاء الله. حيا الله الاستاذه مها، يا اخي يدخلون ويطلعون، ايش السالفه؟ يحسون في انهم مشكلة، داخلين على مسجد حريم ويشوفون حريم
يطلعون، او حاليا داخل مجلس الرجال ويطلعون. سلامات يا ابوي. هلا بك، هلا بك استاذ بدر، حياك الله. مساءك ورد، مساءك سعادة، حياك الله، نورت والله من زمان عنك. حيا الله استاذة مها، شرفتونا يا ابو، نورت. مرحبا بالجميع، منورين. الله عشان الفنان تكونوا حسن بصورة، الكعبي. عشان تكونوا بصورة يا جماعة الخير، بدر صوت تهاني وصوت الشرقية، بثنا أنا انضمامي كشاعر مع الطرف الآخر راح والمنشد يكون ناصر معك، الفراك. حياك الله، راح يكون معنا ملحن وعازف ومغني عامر صبياني، فاحنا نستنى دخوله. طبعا فرق التوقيت جدا عشان كذا تأخر علينا. والله الحمد لله بخير، الله يسلمك، حيا الله استاذه مها. ما ادري النت فيه مشكله عندكم ولا ايش السالفه. الله يسعدك يا ابو سفاح، انت تسمعني ولا النت عندك فيه مشكله؟ لا الله لا، يسعدك، اسمعك اسمعك. الله يسعد، الله يسعدكم، على راسي والله، على راسي. الله يجد ينتظر. تبارك، لان الضيف الثاني اللي معي طول عمرك يا استاذه مها من جده، وفرق التوقيت اتوقع بيني وبينهم يمكن نص ساعه، ساعه الا ربع، هذه اذا ما قالت، اذا ما جات ساعه. فهو على بال ما يجي الان، وعلى بال ما دخل معي في البث، اتمنى منكم اللي عنده سؤال، عنده طلب، او حبيت تتناقشون في موضوع معين، يلا حاضرين. فرق ايه، في فرق ايه، كم الفرق يا سفاح فرق بين جدة جدة، وشرقية؟ وين أحسب كم يعني لو لواجد تسأل الصلاة، واجد يعني ترى قصدك ممكن نص ساعة، ساعة إلا ربع إلى ساعة، ساعة بالكثير، ساعة ونص. أجل والله الله يهدي، دام كذا يقدر يدخل معانا البث، يدخل والله البث ما أدري، إيه سألني إيش. فرق. أنت غريب، أطول الرجال يا تهاني. أجل شوف، أنا عندي اقتراح، المفروض إنه دخل علينا وبعدين يصلي، يعتبرها صلاة المسافر، يصلي ركعتين وخلاص. أو ايه متى ما اه خلص. بس لكن انت عارف حق الجدة مشكلة. ما أدري، حيا الله، حيا الله كلهم باسمه، حيا الله اللي دخلوا، حيا الله استاذ حمد. حيا ايش الله فيكم الجميع. يا متابعين ساكتين كذا، تستحون ولا ما عندكم اسئله، ولا ما عندكم موضوع تناقش فيه، ما عندكم طلبات؟ ساعه ونص ما صار، يمكن بعد الظاهر يصلي يتهجد زي المصاري. اسامه الصالح من تبوك، حياك الله، زميل قديم وعزيز وغالي علينا وقدير، المفترض يكون بيني وبينه تعاون، بس طالت المدة ما أدري ليش. نورتنا يا أستاذ أسامة، أنا زعلان عليك يا أسامة، أنا ماخذ بخاطري عليك وأنت عارف ليش. إيه كيفك عاد، كيفك تبي ترضيني، سلم مخالفاتي علي 6000. والله عليك 6000. ايه قبل علي 30,000 يا حبيبي، سددت 30، والحين احنا علي 7. والله والله ما نتشرف ادري، كذا يمكن نتقابل. تدبله. ايه هي مدبلة مدبلة ان شاء الله، اذا بس تكاش يسرق. حيا الله اسامة، والله ودنا نتشرف، بس انت في تبوك ما جاتك فرصة تجي الشرقية. الله يسعدك، لان والله القصايد يا استاذ اسامة كل مالها تروح، في قصائد قاعدة تمشي، في فنانين الآن خلال الأزمة هذولي جواني 10 فنانين، تخيل يعني، ما بين رجال وحريم، فالقصائد قاعدة تمشي، قاعد تتأخر، وفرص القصائد عندك راح تصير ضعيفة شوي. في الحالة هذه أنت تحتاج أدولك شيء قديم أو أألف شيء جديد. الله يسعدك، الله يسعدك، تسلم. عليك 9000 تهاني، متهورة ليش أنت؟ وليش تمسكين الجوال؟ ليش تمسكين الجوال أنت؟ ما تبين طيب جوال؟ النهاية اللي تجي داعس. ايه ما تهاني، تاكل مطبات، كم لمبه شالتها، عادي تكمل، تدفع الحكومه فلوس واجد. عادي.
الله الناس يسعد، المتعودة. ان شاء الله ان شاء الله. والله يا حبيبي تبي تسوي مسابقة، لازم تفكر بمسابقة حلوة. انا من قبل سويت بس ما لقيت تفاعل، انا مستغرب صراحة. يعني حسابي فيه حول 3000 متابع تقريبا، اعتبره ضعيف بس كويس. اسوي مسابقة يعني مفترض يجون الناس، ما لقيت حاجة. شنو سويت؟ قلت انا دام منزل اغاني. اوه ثمانية، زين والله. تهاني اترك عنك الجوال، اترك عنك الحزام على الاقل اربطيه، تبي تلبسك. شوف انا دام منزل اغاني، اقترحت على المتابعين ان يدخلون على حسابي في انستغرام، مغاني ما راح تكون كامله، في اليوتيوب افضل. فكل واحد يختار اغنيه عادي ويغنيها لا ويشوف لا، افضل واحد وجا جا يغني. جا اطلب قسط. دقيقة، الشعر عبد الكريم، دقيقة بس. حياك الله. اطلب قسط يا الفنان عامر، اذا سوى انت فنان تطلع، عامر اطلب قسط. اي نعم، فهمت علي يا اخوي؟ فاشوف افضل مغني يصير له نشر وكذا، لان انا لو عندي استديو وأملك استديو عليكم ممكن السلام والرحمة. نخليه يسجلها على حساب الاستديو، بس ما لقيت احد. الاستديوهات كلهم يبون فلوس. حيا الله بدر، حيا الله، منورنا منورنا يا بدر، عازف وملحن. جوال شو نسوي؟ تلقى طيب العسكري دقيقة بس، طالح أنا جوال. بنزل. ها اوكي بنزل حياك أنا، الله، خلي أطلع. روح روح عند مع الباب عشان السلامة. الدورية الحين. حياك الله، يلا أعتذر. حيا الله عامر. ضيفنا وصل يا جماعة الخير، بس أستنى أنه يطلب إضافة وندخله معانا. أمرنا الله، شو نقول يا أستاذ عامر؟ وصل وصل الضيف يا جماعة. يا هلا أستاذ السلام عامر، عليكم. يا هلا عليكم ومرحبا، السلام. يا حياك مرحبا، الله حياك حييك. الله اخوي. الله يسلمك، كيف حالك؟ طيب، على راسي. انت طيب؟ وش اخبارك؟ تمام، والله اسفين على الحمد لله. التاخير والله. والله لا، يعني فرق التوقيت، منطقة عن منطقة. نعم، لانه كان عندنا صلاه العشاء، والحمد لله انتهينا، يا ربك الحمد. بس انت، عموما انت انت كيف اعطاكم كرت حالك؟ احمر الحين، ما تطلعون خلاص. ايش نسوي عاد؟ الحمد لله على كل حال يا رجل، الحمد لله. اقسم بالله اني شفت فيديوهاتكم، قلت هذول قاعدين في شاطئ ميامي اهل جدة. ايش مرة نسوي يا اخي، ايش نسوي عاد؟ والله صراحة هم يستاهلون، صراحة هم مسخوها جدا جدا. الله ينور ايامك حياك يا الله استاذ اسامه الصالح. عموما حياك اخوي انتبه، عبد الكريم. ما انتبه لحد يتكلم معنا هنا، فانا اول بث مع الاستاذ عامر، حبيبي الله فيمكن يسلمك. اغلبيه يعرفون، لكن انت مش معروف حاليا، يمكن عندهم او ما يعرفونك، فاعطنا نبذه عنك عشان الناس نعم تعرف. حبيبي، أخوكم الفنان عمرو الصبياني من جدة طبعا. شرف قلنا فيكم إن شاء الله، شرف أخوي الشاعر عبد الكريم، الله يسعدك، وصراحة يسعدني ويشرفني أن أتواجد معاكم في هذا البث والله العظيم، وحنا أكثر. ويعطيكم العافية كلكم إن شاء الله يا رب. الله عافية. حبيبي الله يسلمك، شرفنا والله. أنت عازف ومغني ولا كيف؟ أيوة، عازف ومغني. ما شاء الله. هو أول ما بس كلمني قال الغنى، لي عامل تمام. بس الغنى من قبل العزف، العزف لسه طيب توك يعني. الله يعين بحالك. هذا طبعا عندنا هنا من ضمن الموجودين بدر محمد، هذا بقى عازف وملحن، ما شاء الله ونعم وان فيك يا شاء الله اخوي. بيكون شو بيني اسمه؟ وبينك. وانا حاليا شغال على برنامج في اليوتيوب، لاقى صدى يعني، في تقبل. البرنامج اسمه لقاء، برنامج لقاءات ومواهب، استضيف فيه كل المواهب. ما شاء الله. استضفت متنوعين من بنات وشباب، يعني ممثلين ممثلات وممثلات شعراء عازفين مغنيين. انا ارحب بكل بكل الناس، واذا انت نعم، حبيت من احد ضيوفي اتشرف. على رأسي، يشرفني حبيبي، الله الله يسعد يخليك. حبيبي. اي أيوة وفي والله. عندي تعاونات جديده راح تكون مع، سبحان الله، لاحظ اغلب عندي الفتره دي كلهم من جده، ما الشرقيه شاء الله، والرياض قليل. طبعا من نعم والله. جده اذا مرت عليك ملاك الغربيه، ملاك الغربية، واحدة سمرة كذا، صوتها روعة. أظن إنه مر عليه الاسم هذا ملاك، ممكن وممكن وممكن لا، يعني ماني متأكد والله. شوف ما شاء سعاد الله، شوف محمد. زي حالاتنا،
شوف زي حالاتنا احنا العزيفه يعني تبع الحريم، شوف ما شاء الله يعني كل يوم طالعه فنانه، كل يوم طالعه فنانه، كل يوم طالعه فنانه. فصعب انت بتجمع، الا لازم يكون بينكم استمراريه عمل وشيء يعني ممارسه. ممكن انت ما تنسى الناس هذه، فاهم؟ شوف انا احس جدا الان صايره النسخه الثانيه من العراق، كل يوم تلقى فنان فنانه طالعين، ما تلاحظ كذا؟ صوتك بيقطع يا ايش هو؟ اقول لك احس ان اهل جده الفرع نعم الثاني من العراق، من العراق. احس رقم اثنين فيها من اي ناحية؟ كميه فنانين وفنانات ومواهب، كل يوم يطلع لك فنان وفنانه. انا بحكم الان مشارك في جروبات واتسابات كثيره سوشيال ميديا، تعرفت على فنانين وفنانات كثير بالهبل ما شاء جدا، الله. لاحظت برغم ان في ناس من الرياض قليلين، الشرقيه مقلين، لكن نعم جده بالهبل الان، تعاونت الجيده كلهم جده، لا ما اللي شاء هو الله، شوف جدة ما شاء الله بكثرة فنانات فنانين، صلى على النبي كثير، وايد وايد يعني. ما شاء الله. وفيها تجمع ايوه اتوقع غير سعوديين بعد، يعني مو كلهم سعوديين، في مكس. والله حبيبي، هو ما هو شرط الجنسية يا صاحبي، يعني لا اذا انا جينا نتكلم عن الجنسية. الاحظ بكثره. اه انت تلاحظ؟ نعم 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 ايه ايه، واكثرهم يعني ما هم سعوديين، صدقت يعني. بس هو انا ما يعني ما هم لي شاء هذا الله في الشيء، بس اكون السوريين وفي المصري وفي اليمني وفي كلهم على العين وراسي والله. اي والله. الله يسعدك. فبشرنا وش جديدك يا ابوي؟ والله طالما احنا في الحجر ده ما في اي جديد، كله قاعدين، كله قاعدين زي ما قال هو، بيتك بيتك يعني. طيب هنا في واحد من الضيوف يقول في ناس باقي ما تعرفت عليهم. والله في كثير صراحة، في ناس وفي مواهب سبحان الله بتشوفها بتقول هذه صار لها زمان بتغني، وهي بجد يعني من أول، بس لكن حقتها ضايع يعني. إيه؟ وإن شاء الله بإذن الله مع مرور الأيام إن شاء الله كل مين يعني يطور من نفسه ويثبت نفسه. شوف انا بقول لك السبب، لكن قول. قبل ما اقول لك، في هنا الناس دخلوا يبون يعرفون من انا من انت. انا نعم اخوكم يا جماعه عبد الكريم من المنطقه الشرقيه، شاعر غنائي ولي تعاونات، وفيهم تعاونات جايه بالطريق ايضا، ما زائدا شاء الله. لي بالتمثيل، وانا ناشط في السناب تبع التغطيات والمعارض والمهرجانات، واحب اكون علاقات اجتماعيه واعلاميه. ما شاء الله ان شاء الله اكون واضح معاكم، حبيبي، اعرف على نفسك عشان في ناس تخلف. حبيبي أخوكم الفنان والعازف عامر الصبياني من جدة، فنان عامر الصبياني من جدة، شرفت فيكم كلكم إن شاء الله. والنعم فيك والنعم فيك. وعليكم السلام، حيا الله اللي دخلوا. بس تدري انا هو لما كلمني سبع قال عامر، قلت كيف عامر زميلي ما قالنا في بث، راح اختلط بين عامر انت وعامر الثاني عمر مهامي. سمعت بالاسم هذا؟ نعم نعم ايه ايه نعم سمعت. هذا ولد ما شاء الله عليه، ما شاء صوت الله. صوت صوت، انا اول ما سمعته قبل ما اتعرف عليه الرجال ماسك على ذكره، طبقه صوته جميله، ما شاء الله ما شاء الله، الله يعطيه العافية يا رب. ومن كثر ما هو صوته جميل ترى جاته عين الرجال، إنا صار لله إنا يتكلم لله إنا وصوته لله. اختفى، واختفى عني فتره، بعد ما رجع قال لي بغيت اموت انا من قوة العين. إنا لله، الله يرفع عنه إن شاء الله، ربي يصرف عنه كل شر يا رب. اللهم آمين اللهم آمين. فشوف أنا لاحظت اللي أتعرف عليهم سواء فنانين فنانات معروفين غير معروفين جداد وسط، كثير ما يعرف كيف يسوق حق نفسه أو مو عارف شو يسوي، نعم يعني بعضهم ما يعرف يسوق في سناب في الانستغرام، استغرب. وفي بعضهم اقول له مثلا انا شاعر انت مغني ودنا نتعاون مع بعض، فانا اتفاجئ من جوابه يقول لي كيف نتعاون؟ اقول يا اخي ايش الشيء اللي يربط بين الشاعر والفنان؟ يقول ما ادري، كلمات والحان وغنى خلاص. طيب بعضهم يقول اوكي طيب التسجيل على مين، علي ولا عليك ولا النص بالنص؟ لا في ناس فاهم الموضوع غلط يا جماعة. نعم فهذه مشكلة يعني واجهتها فترة طويلة، تعبت منها نفسيا أساسا، لكن الحمد لله إلى الآن يعني كل التبعات اللي نزلت الآن كل الفنانين نزلوا الأحصاء، ما شاء الله. لكن أنا لا ما أدفع شاء الله عليك، هذه ما أشوفها غلط أساسا. نعم
وفي فنانين يقول لك لا بعلي صعبه، ما انا وين ادفع انا شاعر بعلك. في فنانين يقولون انت ادفع لنا عشان نطلع اسمك. والله حبيبي شوف، الانسان في بدايته لازم انه هو يشتغل على نفسه، تمام، أكيد. يعني يسوي المستحيل لاجل انه يثبت وجوده، يعني حتى لو هو دفع، هو لازم هو في الاول والاخير هو المسؤول يعني عن نفسه. يعني صراحة ما في راحة بدون تعب، الانسان لازم انه أكيد. يتعب، لازم بيجتهد، لازم بيتحرك هنا وبيحط هنا، فصعب انت بيجيك الشيء لبيتك يعني وانت برتاح. والله شوف انا معك، بس يمكن يكون احيانا الانسان ما اخذ هذه الموهبه كوظيفه ثانيه، او ما عنده وظيفه يترزق منها، اذا ما عنده شيء يسوي شلون يطلع. نعم فانا نعم شوف اقتراح، عندنا عازف بالشرقيه عازف مجنون، ما شاء يعني الله. اذا يلحن شغله ما يلحنها على نتغنى من اي واحد، لا مركبها على فنانين معروفين. للامانه يلحن لي اعمال اقول له انت مجنون. في اعمال مجهزينها لماجد المهندس، رابح صقر، ما واحلام، شاء الله. ونوال، بس ايش ينقصنا؟ ان احنا نسجلها في استوديو. ما لقينا استوديو متعاون معانا، كل الاستوديوهات تبي حقها ومن حقهم. انا نعم اقترحت قلت يا جماعه بيني وبينكم عقد نسجلها، لاني انا عندي خط يوصلني الفنانين هذول، عندي رجال موزع يعرف الفنانين هذول كلهم، يعني زملاء او يمون عليهم، وحقاني مو يعني ما هو بلاش، لا حقاني، في عقود وفي فلوس، ويقول لهم الشعر يطلب وملحن يطلب. نعم اقتراح جميل، الرجال هذا موزع بيستفيد، لكن الشرقية سيئين. والله شوف، شوف زي ما قال الاخ اللي كاتب تحت، يعطيك العافيه، في ناس تقول لك عندها موهبه بس ما يلاقي مين توقف معاه وتطلعها، هذا شيء كثير. هذا حتى موهبة حقوق، ايش؟ موهبه غنى مثلا، يعني انسان يعني فنان عنده شيء بيقدم ما هو لاقي مين يوقف معاه. لا منعت هذا فهمت؟ الموضوع. انا عندي لكم رجال في الرياض قال بشرط يكون صوت صوت نعم صوت، اذا اوكي انا حوت لفنانين وفنانات ناس اصوات حلوة. يعني الرجال هذا هو بيدعمهم شيء، بيوقف معاهم. هو له طريقة أكيد، هو ما قال لهم ضبط، هو أتوقع أنا فهمت فكرته، إنه عنده استديو أكيد بمقابل يسجل لهم، بحيث مثلا رشحهم في زواج، أمسية، حاجة، شيء، أكيد في نسبة وتناسب. يعني تقريبا نعم كان تقول وكيل أعمال أو منسق لهم عقود ونسب. فهذه الحركة حلوة أنا أشوف، يعني هم يسجلهم ببلاش هذا شيء طيب. والله إذا هو التسجيل بلاش هذا برضه شيء طيب، طيب جدا يعني. شيء هو طيب. قصده يعني ممكن يقول لك الناس بتكون يعني على قد حالها، ممكن ايه. يعني وضعها المادي ما لا يسمح. ايه حبة حبة تزين امورهم. إيه هذا هو قصده زي كذا، أنا فهمت عليه. والله طالما إنه في الموضوع هذا بجد، يعني إنه الرجال هذا يعني بوقف مع أي إنسان عنده موهبة، في والله الرياض. العظيم هذا شيء طيب. يعني تعرف أنت من طرفك؟ ايه. معلش كويس. صبطنا الرجال هذا، بس مش عارف انا ايش اللي يبي بالضبط. امنا تدلل يا اخوي، اخذتنا سوالف مع الاستاذ عامر. حبيبي الله يسعدك، خذ راحتك. شوف يا عامر، انا قرات على كذا استوديو، قلت يا عزيزي انا ملحن شغلات، بس مستحيل الفنان ياخذها منك تسجيل جوال او سمع بصوتك، هذه في حق تمون عليه قبلها. انا نعم اقتراح نسجل ونعرضها على الفنان اللي احنا رشحنا له القصيده هذه مع اللحن. عجب الموضوع والله، يقول يا حبيبي التكلفه 1 2 3، صح يصير انت حقك جاك، انت بتسجل لي ما بيكلفني كثير، يعني مبلغ بسيط. فما في تجاوب بيني وبينك، احنا الشرقيه فاهمين الامور هذه غلط، لكن للأسف. كمبدا هو له حقنا يطلب، لكن فاهمين مبدا التعاون غلط. اخذوا فلان والله شوف، مكان، والله اخذوا شوف يا فلان اغنية. عامر، انت تغني في حفلات زواج؟ ايه نعم، ايه اغني حفلات رجال ونساء، بس اكثر شيء صار الفترة الاخيرة ميولي كله على النساء، صرت كله يعني مع فنانات، كله طيب يعني مع انت فنانات. عازف فقط، قد لحنت قصايد ولا بس عازف؟ لا لا، انا اساسي مغني، اساسي مغني، حلو عارف العزف انا خشيت يعني حق راسي يعني، حلو بس يعني حلو الموهبة الأساسية إني كمغني يعني.
يا حي الله اللي تخلوا عنا، معلش سمحة صبطناهم دوري ما ننتبه دخلنا السوالف. طيب قد نزلت انت اعمال مثلا؟ والله كلها نزلت على اليوتيوب، كذا افراح نزلت على اليوتيوب، بس يعني كسينجل قصدك؟ يعني سويت اي سينجل اغاني شيء؟ رسمية لك؟ اي لا لا، باقي ما سويت، باقي ما سويت. ليش كذا يعني؟ كيف؟ ليش ما تفكر؟ انا لاحظ ناس كثير جات فترة طاحوا وهبة على الاغاني المعروفة سواء خليج او عراقي، تكون اغاني ناجحة، فهم ظنوا ان هذا الشيء يجيب لهم متابعين. نعم ما نقول لا، بس انت يا اخي لازم يصير عندك سيرة ذاتية. نعم 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 والله هو شوف، ليه؟ يعني سم هذا الشيء، هذا الشيء يبغى له شوي على قولك الانسان يكون مقتنع انه هو يعمل هذا السنجل، تمام؟ ممكن الانسان بيشوف اللحظه اللي هي المناسبه، وعلى قولك يعني صعب الحين، يعني الانسان ما حصل يعني مين يوقف معاه. ممكن يعني نرجع لكلامنا انه يعني ممكن سبحان الله الانسان يكون يعني وضعه المادي بيكون يعني ما عنده معرفة، ناس مثلا في استوديوهات على قولك، الناس طيب شعار، ناس ملحنين، ناس موزعين، ففهمت كيف يا عبد الكريم؟ فعشان كده نرجع للموضوع انا هذا يعني، طيب وان انت شاء الان الله في يعني معهم. نعم كمل. انت في مجال يا عزيزي، راح يجيك الكل بيجيك. نعم حياك والله الله يا شوف اخوي، هذا يقول لنا معجب بصوتك. حبيبي، الله يسعدك ان شاء الله. والله شوف يا عبد الكريم، احنا في مجالنا هذا صراحة اذا ارتحنا من شيء واحد ان الامور كلها بتكون طيبة. احنا في حال اسمه حسد صراحة، طيب احنا في حال اسمه حسد، من والحسد الناس هذا ما الشيء، واجهنا. ايوه الحسد هذا الشيء اللي هو يعني واقف في المواضيع هذه كلها، صاد المواضيع دي، ولا الانسان انا ودي يوصل لاماكن لأبعد الحدود، صح ولا لا؟ بس الحسد، الناس اللي ما في قلوبها نظافة، يعني ما ممكن في ربما إنسان يشوفك أنت أفضل منه، مستحيل هذا يكون هو عنده طريقة يقدر حتى يخليك توصل للأحسن، بس مستحيل إنه ما يحبطك. في شفت؟ هم ظن اي شخص يظن انه هو دائما اي شخص يشتهر او يوصل للناس يقول خلاص هذا الساحه لي، ما يخاف ان انت تاخذ الجو عليه. هذه النظره انا اشوفها سلبيه وانا ما احبها اساسا. ايوه الساحه هو موجوده. هذا الشيء، هذا الشيء اللي احنا قاعدين نعاني منه. الله ولا ينور بصراحة ايامك يا استاذ خالد. حبيب الله يسعدك، ولا بصراحة في كثير ناس قاعدة بتغني، يعني مع احترامي للجميع، ناس ما لها داعي بصراحة، في في ناس ما لها داعي، يلا تبغى مسكة مايك نقول انه وبتغني وخلاص. او ما عندهم المواصفات اللي تهيئهم انهم يكون فنان صح، وفوق نعم، هذا يدعمون ومشاهدات عالية. وهو في النهاية ما عنده أي طرب. اكيد اكيد. حياك الله استاذ السلام خالد، عليكم. تعليق جميل على على راسي. راسي يا أستاذ خالد، يا راسي حبيبي. أستاذ خالد من الفنانين الجميلين، ما في مجاملة وبيني وبينه تعاون، إنسان ما يعني ما شاء شاء الله الله عارف ما شاء الأستاذ الله خالد. ما شاء الله ما شاء الله، على راسي والله. الله فشايف يسعد. كيف؟ فهذا الشيء هو اللي خرب السمعة الطيبة. أكيد أكيد. ايه النت يقطع الان زين ضبط. عمار، شوف والله شو طيب ابشر. احنا يا استاذ عمر، ما احنا بخليه من حياك الامور الله هذه، استاذ خالد حبيبي. احنا ما راح نخلى من الامور هذه، هذه ورانا ورانا، حتى لو وصلنا للشيء اللي نبيه ورانا ورانا، الموضوع ما راح يوقف. فشايف كيف؟ فهذا الشيء اللي هو الى الان احنا بسببه واقفين، يعني لا نزلنا اي سنجل ولا تقدمنا، تمام؟ فعشان كذا فصرنا قلنا خلاص لا شوف، باذن الله. بعضهم ما عنده تخطيط، ما في خطط، لازم يدرس ويستشير ويختار قصيدة ويختار لحن وكذا. بس هم ليش ينزلون أغاني معروفة؟ يقول لك سهلة خلاص، لكن بعكسه هو لما بيشتغل على سنجل بيطول نوعا ما شوي مع الموضوع في اختيار القصيدة، اللحن، التوزيع والميكس والاستديو. ثاني شيء يعني يستثقل انه يدفع، يستصعبها شوي. نعم نعم بالضبط.
الله يسعدك يا حبيبي خالد. انا اخبر واحد من الزملاء، انا تعاملت معاه في عمل اسمه ابراهيم الدوسي من الدمام، لو دخلت في نت في اليوتيوب كتبت طار العقل تلقى العمل. هو نزله في اليوتيوب عن ذيك قناه، وصلت تقريبا حول 400 الف ذيك الفتره، وطيح تعب ودفع وفيها، لكن هذا الموضوع جاب له شغل، شغل زواجات لفات يعني عوض. نعم، هذا هو اللي بقول لك عليه، يعني ما شاء الله، يعني انت وقفت جنبه وما قصرت معاه، فالانسان تقدم. فهذا الشيء الانسان يقول لك، كل انسان وله طبع وله ثقته في نفسه، يعني في ناس يعني ما هي واثقه في نفسها، يعني فاهم. احنا قلت لك يعني نرجع نقول لك، اذا احنا سلمنا من هذه المرحله، مرحله الحسد، مرحله الكلام يقولوك كلام انت ما قلته، يطلعوا عنك كلام اشاعات انت ما هي فيك، ولا حتى تجي بجنبك، يعني فهذا شوف الشيء. يقول لك واثق الخطوة يمشي ملكا، شوف امشي قدام ولا تلتفت ورا، كلنا عندنا ناس تحسدنا وتقول فينا، لكن كمل مشوارك وما عليك، هم اللي راح يلحقونك. والله عبد الكريم احنا ماشيين. شوف انا اذا كان يعني تنكدت او اني زعلت، كنت سحبت وبطلت الشغلة من اساسها، يعني شايف. فعشان كده انا ما همني كلامهم، ما همني كلام احد، بس لكن اللي يقهرك ويزعلك في الموضوع، انه يعني يخلوك يعني يعطوك موضوع انت ما قلته، يقول والله فلان فيه وفيه وفيه، هذا الشيء ما هو فيك، يعني يوصل الناس انه انت سيء، انت ايش فيك، خلاص يعني يشوه سمعتك. تمام، هم لا سمعوك ولا حتى قربوا منك ولا شيء، ولا حتى قابلتهم ولا تعاملت معهم. فيوم من الايام سبحان الله، يوم انه يدور الزمن تتقابلون مع الناس هذه، والله يجمعكم كده فجأة، يعني يشوفوا الناس استغربوا، يفتكروا الاشاعة اللي هي وصلتهم، يعني يقول ياهو لا مستحيل. فالحمد لله ناس كثير، وكل شيء مجاملات مجاملات. فانا انسان ممكن ما طلعت عشاني، انا ممكن يعني شوف، انا ما راح يعني اوقع لنفسي، او اني شوف، انا ممكن الناس بتحسدني عشان صريح، عشان صريح كده، ممكن انا مبتعد عشان من الناس راحتي. الناس بتكره عمر الصبياني، ما اقول لك بتكرهه، ممكن بتشوي، انا صريح مع الكل واضح. والله شوف حبيبي، الإصرار موجود، الهدف موجود. إذا كان ما في أي إصرار، ما في أي هدف يا جماعة الخير، كان قلت لكم وقفت الشغلة، كان خلاص يعني تنازلت عن المجال الفني، يعني بس ما زلت أنا قاعد أواصل، وإن هو شاء الله لازم توفيق من رب العالمين. أيوه ونعم توفيق من رب شوف، العالمين ودعمكم إن شاء الله. الإنسان اللي دائما يحصل محاربة هذا اعرف انه ناجح الحمد جدا لله، ناجح. والله الحمد يعني شوف لله انا الحين الحمد لله. عندي زملاء اشتهروا في المجال الغناء ما يعرفوني الان، زملاء انا اقول له طيب انت الان اشتهر اتشرف ان يكون بيني وبينك عمل، يقول لك ارسل قصيده الشبكة وارد عندك عليك ضعيفة يا عبد الكريم، تم. الشبكة عندك شوية ضعيفة يا عبد الكريم، ما ادري ليش والله الحين اوكي. واصل إيه، تمام، الحين كمل. زائدا انا في شرقيه في مجال الايفنتات يصير فيها احيانا مسرح، والمسرح يكون صوتك بيقطع يا عبد الكريم، ها عبد الكريم، ما عبد الكريم سام ماني هلا فاهم منك شيء، الصوت عندك بيقطع زيادة عن اللازم. يقطع على راسي، والله على راسي. اوكي اي اوكي اوكي اقول لك انا بماني انا في مجال في المنطقه الشرقيه انا عضو في جمعيه الثقافه والفنون،
الان طافت سنه عضويتي خلصت. طول السنه هذه والله كني قاعد اشحت فيهم، يا جماعه رتبوا لي امسيه، رتبوا لي امسيه، ما في فايده. ما بتقضي على اي اساس؟ وين الدعم اللي تتكلمون عنه يا جماعه الثقافه والفنون؟ ما في. بعدين انا دخلت في مجال الايفنتات، المهرجانات، فيها مسارح، فيها فقرات مواهب، دخلت والله انذليت كثير فيها. وجات وصلت الى مرحله انا انعرفت وانطلب اني اجي اقدم قصيد. طيب مقابل مادي؟ لا، تجي كذا ببلاش. طيب ليش؟ 4 سنوات وما لي قيمه عندهم. بعدين خلاص قلت ما راح اروح، اذا جات دعوه اروح كذا عادي، لكن ارقى فوق المسرح وببلاش معليش ما هي بحلوه، انا لي قيمه. نعم نعم لكن الحمد لله انا دعمت نفسي صراحه، الحمد لله. يعني كفي انا الى انا منزل 9 اعمال غنائيه، هذا الحمد لله رصيد كويس. اي والله والله احنا قلت لك ما لقينا دعم صراحة، اكون معك صريح ما لقينا دعم. قلت لك ممكن احنا ما مشينا ما ان شاء ارتفعنا الله. فوق، يعني شوف احنا ما ارتفعنا فوق ممكن لاجل انه احنا صريحين. ترى في ناس زي كثير، وانا بس صح، اللي في حالي الصريح وحال ما يمشي. صح. ايوه الصريح ما يمشي حاله، والله العظيم يا عبد الكريم الصريح حاله ما يمشي. يعني بس يحاولون يبغوني اكون مجامل كذاب نمام، انا ما اعرف الاسلوب ده. انا تربيت على مبدأ خلاص وانا عايش عليه. في طرق حلوة تقدر توصل عن طريقها غير موضوع الزواجات. انت قد دخلت المهرجانات والإيفنتات هذه؟ زي ايش يعني؟ ايش المهرجانات؟ المهرجانات، المعارض والمهرجانات اللي تصير هذه، الإيفنتات اللي فيها أسر منتجة وبيع وشراء وحوسة ومسرح ومقدم للأطفال ومدري إيش. ايوه شاركت في مسرح هنا في جدة اللي هو جهة السامر، شاركت فيه، شاركت في أنغام اللي هو في الوزيرية، شاركت في مهرجان اللي هو تبع اللي هو جهة محمود سعيد اسمه الربيع الأول، ما أدري شو اسمه كده. بس شوف يعني أنا يوم إني شفت الموضوع هذا زاد عن حده الحسد والغيرة، وصراحة تأذيت كثير، ملت للحريم شايف. فصار شغلي كله مع الفنانات، اطلع حلو اورج وكورال، اطلع اورج كورال في نفس الوقت صراحة. خلاص، يعني ادعس ادعس مالك من احد. شايف كيف؟ عشان كده انا داعس الحين الحمد لله، يعني ماشي الحال يا رب لك الحمد. بس لكن الحمد لله. الحمد لله. اي والله ما حد ياخذ طرف النهاية الا نصيبه. طيب انا اتمنى من المتابعين الان اللي معنا اونلاين الان، اللي عنده استفسار، عنده طلب، حاجه، شيء لا يستحي، عنده موضوع بيسال عنه، يبي شيء نتناقش فيه، تكلموا يا جماعه. خلي فاتمنى ان منك حاجه. والله يا جماعة الخير أنا إنسان على يقين إن شاء الله، ما حد ترى بيقدر ياخذ شيء الله كده، الله كده مقدمه لك يعني. وأنا يا جماعة حلو. الخير ما زلت داعس والله العظيم داعس، وما راح أتراجع إلا أكيد هذا الشيء أكيد. بقناعة مني، هذا الشيء بقناعة مني، مو عشان الناس الحاسدين، لا والله بقناعتي أنا. يوم إني أقول خلاص ما عاد أبغى الشيء ده ما عاد أبغى، أما إنه عشانهم كان من زمان سبت المسألة دي، بس ما زلت أنا قاعد وإن شاء الله على راسي على أسامة راسي الصالح، حبيبي. أسامة صالح هذا زميل وعزيز وعلى راسي من تبوك، عازف وملحن، ونعم ونعم نفس والله ونعم نتشرف ونعم نتشرف أخوي فيه. سام. إيه والله تشرفنا على راسي، والله يسعدني ويشرفني والله يا صاحبي عندك خالص خالد فلاح، الله إن شاء الله ما راح أقصر معك، هذا من طرفي، قول من طرف عبد الكريم إن خالد. شاء الله ما راح أقصر معك. خالد فلاح المنشد. أيوه مظبوط. هذا جمعني فيه شغل ما شاء الله خالد فلاح، جميل خلاص. يعرفني وانا من يكلم وانت عندي،